يقول: هل هناك فرق بين دلالة أهل السنة والجماعة والسلفية؟ أهل السنة والجماعة هم السلفية، لا فرق بينهما. تقول أهل السنة والجماعة، تقول السلفيون، تقول الفرقة الناجية، كلها أسماء لمن كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتسمى السلفية لأنهم على منهج السلف، سموا سلفية لأنهم على منهج السلف، فرقا بينهم وبين من ترك مذهب السلف ومنهج السلف.